الفضي. عارفة عرفتي منين؟ شغلتي اني اعرف كل حاجة، وعشان كده متخيلة انها هنا عشان تمنع هامر هيد من سرقة شحنتها، وده شيء كويس. ممكن تعملوا فريق سوا. ايوة ده تقريبا ملوش علاقة بالموضوع. اسمع انا هكمل تدوير في موضوع سمكاريا ده. دي الكلام ده ملوش لازمة. سكرو بول عرفتي ازاي؟ على شارع ايد سوبرمان بسرعة. قبل ما اموت انا وجمهوري من الملل. هي عايزه ايه المره دي؟ احسن لاروح قبل ما تاذي حد. فرحني يعني لحد ما انتوا عندكم حق، بس النهارده انا مرهق من العنف اللي ملوش معنى، اللي لسه بيأثر على شوارعنا، واللي فشل المقنع الخطير ده من انه يوقفه، فشل في انه يوقف هامر هيد ورجالته واللي كانوا بيستخدموا اسلحه مسروقه من مؤسسه السمور الدوليه عشان يتسببوا بدمار ملوش مثيل. وبما اننا بنتكلم عن السمور، اكتر شخصيه بتسيء استخدام السلطه على الاطلاق موجوده في مدينه نيويورك، المره دي على سفينه حربيه فاخره. كانت فين السفينه دي لما كانت المدينه بتخضع لارهاب مارتين لي واوتو اوكتافيوس؟ ها؟ متخزنه في التراب في مخزن في سمكاريا. حاجه مؤسفه انها وسبايدر مان ما خلصوش على بعض، وكمان ريحونا. بطل الخارق المفضل للمتسمي على اسم حشرة، مستعد للموسم الثالث. مش بالظبط. مش عايزك تكشر كده، احنا بنسعد ملايين المعجبين. الحقيقة انا عندي خطط كبيرة للموسم ده. لو وصلنا لخمسين مليون متابع انا هعمل حفلة كبيرة للمعجبين. حفلة كبيرة ها؟ شكلها فرصة ممتازة عشان انهي الموضوع ده بشكل نهائي. أحسن لي أجريها لوقت الحفلة. أتمنى تكون ما تمشوش، أنا لسه واصل هنا. يا سبايدي، عارف إيه اللي هيبقى خراب؟ نص المدينة لو ما لقتش كل القنابل. لازم أوقف البث ده، بس الأول ألاقي القنابل. متتبعين سكرو بول خرجوا عن السيطرة. ابتديت أعرف. أنت في المكان الصح.
هتعمل احسن من ده. انت كده ماشي صح. قربت جدا. كويس، واحدة كمان. مذهل. هو أنت مصور محترف؟ لازم أتتبع الشاحنة دي. أتمنى إن المختل المعتوه ده ما يقللش من شأنه. النهاردة عرفت إنك مش دايماً مذهل. اللي بعده. إم جي آسف، المكالمة فصلت من شوية، كان لازم أتصرف مع التوبول تاني. من الواضح إن في ستات كتير في حياتك. كلهم مشوقين جداً، بس أنت طبعاً مختلفة. شايف إني مش مشوقة؟ لأ، إلا لو أنتي عايزاني أحس إنك مشوقة وساعتها أنتي يبقى أنتي بتتحديني في كل حاجة. كويس قوي. شكراً. طيب، أنا هفضل أدور ورا خطط هامر هيد وهكلمك لما ألاقي حاجة مشوقة. وفي الأثناء دي هتمرجح وأعمل شوية حاجات عنكبوتية.